بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم حبيباتي، نهاركم إن شاء الله معطر بذكر الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم البنات جبت لكم تحلية خفيفة وراقية واقتصادية. هنا وش عندنا البنات؟ عندنا بيضة، راح نحط المقادير. عندنا بيضة واحدة، وعندنا كاس ناقص سبعة هيك صبع سكر. نخلطوه مليح بالباتير، حطيت الزيت هنا البنات. بعد ما تخلط لنا السكر ذاب، يعني سكر عادي، راح نديرو الزيت، نصف كأس زيت راح نحطو الكمية بالعقل ونخلط. هنا تشوفوا البنات كيفاه القوام تاعو رجع. هنا عندنا كاس حليب نلوحوه كامل ونحركوه بالله. البنات اللي ما عندهاش باتير ولا ليبرا ولا ذاك، تستعمل يعني الفويي عادي. هنا البنات بلا ما ننسوا قرصة الملح، يعني اني نسيتها باش نديرها في الاول، ونحرك المقادير كامل. هنا راح نزيدو مغرف تاع لافاني، مغرف مليانه صغيره. ونحرك مليح. هنا البنات عندنا كاس الاول تاع الفرينه، راح نديرو زوز كيسان ونشوفو البنات حسب نوع الفرينه، يعني كل وحده حسب نوع الفرينه اللي عندها. هنا نستعمل الفوي. البنات طبعا تكوني بعد ما غربلتيها الفرينه باش تنحي لك التكتلات هذيك اللي تجي فيها. هنا زدنا استعملنا الكاس الثاني ونشوفوا، يعني البنات ما نقدرش نعطيكم الفرينه كي محدد على حساب البيضه وعلى حساب نوعيه الفرينه اللي عندكم. انا هنا هزت لي شوفوا البنات القوام تاعها، راح نزيد لها شويه. هنا البنات راني زدت نصف كاس، حوالي واحد الربع ملاعق ولا ثلاثة، يعني الكاس البنات تاعي شوفي اللي استعملت وانا تاع 125 مليمتر. شوفوا البنات ها هو القوام اللي حابينه، هاي ليك القوام اللي حابينه. شوفوا البنات يعني كي ديريها كيما هكا دير لك لتراس في العجينة. راح نحطوها. البنات نسيت حاجة، نسيت الخميرة، يعني نورمالمون نحطها مع الفرينه، يعني نورمال ما عندها ما يصرى لها. ساشي تاع خميره يعني في 10 غرام، يعني البنات يعني دائما الحوايج هذوما ننسوهم. البنات اللي اول مره تدخل القناه تاعي نقول لها فعلي الجرس وديري اشتراك، وراح يلحق لاختي كل جديد ان شاء الله وتستفادوا منه. البنات انا جبت لي مول هذا 20 × 20 سنتيمتر، يعني كل واحد هذه هذا بالنسبه لهذا يهز على بيضه واحده. اللي تحب تدير اكثر من هذا تزيد البيض، يعني تزيد الكميه، تضاعف الكميه تاع المواد اللي درتها. هنا بعد ما دهنا المول تاعنا بكميه من الزبده، راح نحط الخليط تاعنا كامل كما راكم تشوفوا. نحطوا الخليط تاعنا كامل.
يعني البنات اقتصادية وفي نفس الوقت هايلة، يعني جربوها البنات ما راش حتى ندموا. نحاول نعدل السطح تاعها كما راكم تشوفوا هكا، ونحركوها هكا باش تحكم بلاصتها، يعني يجي السطح تاعها متساوي. نحطوها في الفور ولا في الكوزينيير على درجة الحرارة 180 درجة، نحمروها من تحت ونزيدو نعاود نشعلو لها من الفوق حتى تحمر. وفي الوقت هذا تكون نوجدو الكريم شانتي، درك نوجدوه مع بعضنا، نحطها في الفرن البنات ونرجع ليه. في إناء نحطو كاس كريم شانتي، يعني أنا الكمية اللي عندي هي هذه ناقصة شوية على كاس، راح نحطها. ونحط نصف كأس حليب، نخلطوهم نطلعوهم بالباتير مع بعضهم. شوفوا البنات القوام تاعهم، شوفوا البنات القوام تاعهم كيف هي كريم شانتي، هاي تلصق في ال هنا البنات. شوفوا كيفاه طابت لينا التحليه تاعنا او الكيكه، يعني جهه الطبقه التحتانيه. واش نجو هنا البنات، هنا طيبت الشربات واش درت زوز كيسان ماء مع كاس سكر وخليتهم حتى نختاروا. هنا البنات نجو نشربوا الشربات تاعنا وهي سخونه، يعني تكون الكيكه تاعنا سخونه والشربات بارده، نشربوها مليح حتى تشرب لينا الكيم. شوفوا البنات كي عاد سخونه كيفاه تتشرب، حتى نشربوها بالكميه كامله. نخلوها على جهه تبرد ونخلطوا. نجيو هنا نديروا الطبقه الفوقانيه، راح نديرها انا وياكم. هنا البنات عندنا كاس تاع سكر، نزيدوا له زوز مغارف مليانين بومبي هكا سكر، وكاس حليب وزوز مغارف سكر وزوز مغارف نشا ماهمش معمرين سوا، نخلطوهم بارد في بارد البنات. ومن بعد نحطوهم على نار حتى يثقل يثقل الاخر ويدير لنا كريمه. الكريمه ما نخلوهاش تكون خاثره ياسر وما نخلوهاش مايها ياسر. هنا البنات شوفوا بهذا القوام اللي راح نخلوه الكريمه هذه. انا هنا درت الملون اصفر، يعني انتم تحبوا الملون اللي حابينه انتم. البنات راح نزيد نعاود لكم، بايلت لي غلط في الكميه. ديري كاس حليب وزوز كيسه زوز غناجي سكر وزوز غناجي نشا مشي معمرين، نحطوهم على نار هادئه ونخلوهم نحركوا بالتحريك، يعني كل دقيقه باش ما تدلناش تكتلات. ها هو القوام اللي حابينه. شوفوا البنات هنا نخلوها بجهه، نغطاها بابي فيلم ونخلوها بجهه. هنا البنات بعد ما الكيكه تاعنا بردت، هنا نجيبوا الكريم شانتي تاعنا نحطوه عليها على الوجه تاعها، ونحاول نديرو بسباتي نريقلوها على الوجه كامل. يعني انا زربت لها البنات، غير نتوما خلوها تبرد مليح باش تجيكم، يعني ما تذوبلكمش سوا فوق الطرطل البنات. يعني المول هذا جاتني شويه عاليه، يعني تقدري دير لها ابطا شويه من هذه. انا كون قسمتها درت، تقدري ديرها البنات في الليمون تاع 6 ب 20 الفانيله، هذو مكثنات كيجيو هايلين، تجي يعني كل وحده والاخر تاعو، كل وحده والابار تاعو. ولا ديريها كيما راني درتها انا درك، تحاولي تسوي الوجه تاع الكريم شانتي فوق الكيكه وتسويه بنفس المستوى. زيدوا الكميه اللي بقات، هنا بالبنات بعد ما بردت حطيتها في الفريجيدار مده.
هنا شوفوا القوام تاع الكريمه، شوفوها راح نحطها فوق من شوفوا البنات مازال ما بردت ليش السوال، نحاولوا نريقلها. شوفوا البنات حبها هكا رخاميه، انا مانيش حبتها تجي سطح واحد. شوف نحاول نزين لها الوجه تاعها. قلت لكم البنات يعني انا الكميه تاع الطرطه هي اللي درت لها الكميه التحتانيه، درتها شويه عاليه على هذيك، جاتني كما راكم تشوفوا. هنا البنات بعد ما كملتها زينت هنا، خليت كميه تاع كريم شانتيي درت بها بريدات، وزينت هنا بالحبيبات الشوكولا هذه. راح نقسمه مع بعضنا تشوفوا النتيجه. ها هو البنات الشكل تاعها النهائي، ان شاء الله تعجبكم البنات وتجربوها، يعني تحليه هايله وتتوجد واقتصاديه وتوجد يعني في ربع ساعه. ان شاء الله تكونوا البنات استفدتوا من التحليه تاع اليوم، ونقول لكم في امان الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.